في حدث ثقافي غير مسبوق في قطاع المكتبات في تونس وشمال إفريقيا، مكتبة الباسي للمخطوطات العربية تدرج ضمن المنصة البريطانية للمخطوطات العالمية، في حدث عملت على تجسيده جمعية التنشيط الثقافي بجزيرة جربة بالتعاون مع المكتبة الوسائطية بالمركز الثقافي والسياحي المتوسطي بحمد السوق. أصبحت المكتبة الآن موجودة جميعها بجميع صورها ومحتوياتها على موقع المكتبة البريطانية للمخطوطات العربية والإسلامية. هذا المشروع دام انطلق سنة 2017، دام 4 سنوات لنتمكن من إيواء هذه المكتبة. المكتبة الآن متاحة على ذمة الباحثين والطلبة والمختصين في المخطوطات والكوديكولوجيا مجانا على الأنترنت. هذا الحدث الأول من نوعه، سبقه مجهود بذل من قبل جمعية التنشيط الثقافي بجزيرة جربة من أجل إرساء مخبر ومركز لتحويل المخطوطات اليدوية إلى رقمنة، وذلك بمجهودات ذاتية وبالتعاون مع جهات بريطانية. هذا المخبر تم تركيزه سنة 2017 بدعم من المكتبة البريطانية، هي اللي مكنتنا من آلات التصوير والرقمنة حتى نتمكن من رقمنة المخطوطات وفق المقاييس العالمية. أول مرة في المجموعات التي تم إيواؤها على الموقع أن يكون هذا المشروع به أيضا العلامات المائية. العلامات المائية لواتر ماركس هي علامات دقيقة موجودة على خلفية الأوراق، يتم تصويرها بآلات خاصة وتمكن من تأريخ الورق ومن تأريخ المجموعات. هذا الحدث الثقافي من شأنه أن يقدم الإضافة نوعية للمشهد الثقافي بجزيرة جربة، ولا سيما في التعامل مع المخطوطات والإرث الكبير الموجود في جزيرة جربة. سعداء جدا جدا بهذا الإيواء، يعني ليبرجمون نتاع المكتبة في موقع عالمي، وسعداء أننا احنا كأحفاد المؤسسين وصلنا وطبقنا الوصية. هذه المكتبة لا تمنع من زيارتها، لا تمنع من الاطلاع عليها. المخطوطات اللي نسحقهم يعني نجمت نصفحهم ونقرأ عليهم. موضوع أنا الماجستير اللي اشتغلت فيه اهتميت بالورقة، نوع الورقة في المخطوطات مكتبة الباسي. مخطوطات يدوية لا تقدر بثمن وذات قيمة علمية عالية بحسب المختصين. إيواء مكتبة الباسي ضمن هذه المنصة البريطانية خطوة أولى لإلحاقها أيضا حتى تكون هذه المخطوطات وهذا الإرث بجزيرة جربة إرثا إنسانيا.